ايه ده؟ حلو قوي ده. اهلا، اتفضلوا. ممكن نتعرف حضرتك مين الاول؟ طب ما تتفضلوا الاول. لا مش هينفع، احنا لازم نعرف انتوا مين وعايزين مننا ايه بالظبط. ما انتوا لو ما دخلتوش مش هتعرفوا. مكي، شريف، عمر، يوسف، اتفضلوا استريحوا. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. احنا في مشكله؟ اطلاقا. طب نتعرف، مين حضرتك؟ هتعرفوا كل حاجه في وقتها، بس مبدئيا عشان نعرف نتفاهم مع بعض عايزكم تنسوا الصور والاوراق اللي وصلت لكم، سواء اتفقنا او ما اتفقناش الحاجات دي كلها ما تلزمنيش. طب والصور دي صورتوها ليه؟ عشان اعرف اجيبكم لحد هنا وتبقوا واقفين قدامي زي ما انتوا واقفين دلوقتي. انتوا قدام واحد ما تعرفوهوش، بس هو يعرف عنكم كل حاجة، صح ولا أنا غلطان؟ صح. وبعدين؟ أقول لكم ثانية واحدة، هو إحنا بنتعامل مع مين بالظبط؟ تقدر تقول كده إن كنتوا بتتعاونوا مع جهة رسمية بس بشكل غير رسمي، إحنا محتاجينكم وعايزينكم تتعاونوا معانا. ده طبعًا إذا حبيتوا. طب أنت مين؟ بعدين أنا أول مرة أشوف جهة رسمية في مكان زي ده. مالكش دعوة أنا مين، كل واحد فيكم عارف عمل إيه، سواء بحسن نية أو بسوء نية. أنتوا غلطتوا في حق البلد هتكفروا عن ذنوبكم معايا. والمطلوب مننا ايه؟ كلمة واحدة، أو لا. عايز موافقة مبدئية أو رفض نهائي على الشغل معايا. ولو واحد فينا رفض؟ رفض واحد زي رفض أربعة. أنا عايزكم زي ما أنتوا كده، وأنتوا اللي هتساعدوا بعض عشان تاخدوا القرار الصح. طب وشغلنا وحياتنا؟ هتمارسوا حياتكم بشكل طبيعي خالص، مفيش حاجة هتتغير. الشغل معايا ممكن يبقى مرة في السنة، مرة كل سنتين، مرة في العمر. طب والحاجات اللي أنتوا ماسكينها علينا؟ انسوها، واحنا هندمرها وننساها واعتبروا ده هرمون صداقه. واحنا ايه بقى اللي نكسبه من الشغل مع حضرتك؟ البورصه خليتك شاطر يا يوسف، مش هقول لك البلد والوطن، بس حياتكم ممكن يبقى فيها حاجه تشرف، على الاقل بينك وبين نفسك وبينكم من بعض في حاجات مهمه هتعرفوها. هتعرفوا ان في حاجات كتير المقابل بتاعها مش شرط يكون ملموس، وهتاخدوا خبره هتنفعكم في حياتكم. هيجيلكوا لحظه هتحسوا فيها ان كنتوا عايشين بجد وتسددوا الدين اللي عليكم، بس مش بشكل رسمي، يعني مش مضمون. الساعة دلوقتي 5، قدامكم مهلة 48 ساعة عشان تدوني فيها رد وتكونوا متأكدين منه. بعد بكرة الساعة 5 إذا لقيتكم قدام الباب هكون سعيد جدا، ولو ما ظهرتوش اتحملوا نتيجة اختياركم. طب ما عرفناش اسم حضرتك ايه؟ حط الحزام يا استاذ عشان في لجنه قدام. لجنه؟ ايه البلد دي؟ ما وراش حد غيرنا ولا ايه؟ يا جماعه الراجل بيقول نسدد الدين اللي علينا، يا بطريقته يا اما الموضوع كله يخوف. مش اكتر حاجه خايف عليها يا امي. بالعكس يا معلم، انت عندك بلد بالكامل تاخد بالها منها. يعني بلد اخدت بالها، اخدت بالنا مننا عشان تاخد بالها من امه؟ بلد افرض يا اخي الناس دول طلعوا مش من رجال البلد اصلا. ازاي يعني؟ يعني يطلعوا حراميه او مجرمين وعاوزين نشتغل معاهم. يعني المجرمين محتاجيننا عشان نحميهم؟ يعني البلد اللي محتاجينها عشان نشتغل معاهم. لا يا جماعه في الحاله دول اكيد جهه رسميه. انت ما سمعتوش الراجل النهارده كان بيقول ايه؟ مش عارف ليه حاسس كده ان انت موافق. انت عارف الاول ممكن تطلبوا مننا ايه؟ ما هو ده اللي انا بقوله. مش ممكن حاجه غلط يا ابني؟ انت بتتكلم في ايه؟ استحاله يطلبوا مننا حاجه غلط. وبعدين الراجل كان بيقول البلد والامن وبتاع، بس الخوف ان هم يطلبوا مننا حاجه خطر. الناس دي ممكن تحمينا؟ انا مش فاهم انتوا خايفين من ايه. شريف موافق؟ ها؟ انا مش معترض، بس مش موافق برضه. انا شخصيا مستعد اخد الريسك. وانا
اخر واحد هيقول رايه. وانا مفيش قدامي اي حاجه واضحه تخلينا عطول. يعني انت موافق؟ انتوا قدامكم حل تاني يا استاذ شريف. ما ينفعش كده، لازم اقفل الملعب دلوقتي. انتوا هتسهرونا للصبح بالخمسه. خلاص يا عم سيد، دقيقتين وهنمشي. انا مع الاغلبيه. ايه نجرب مع بعض. اسمي ادم. في شويه حاجات لازم تعرفوها، الحاجات دي هي اللي هتخليكم تنجحوا في شغلكم. وتنجحوا مش معناها انكم تنفذوا المهمه صح وبس، لا، معناها انكم تنفذوا المهمه وما تنجحوش. اولا عمرك ما تسيب حاجه وراك، ان اي حاجه هتسيبها وراك ممكن توصل اي حد ليك. ثانيا اي معلومه تاخدها حطها في دماغك وبس، لان الورق ممكن يضيع منك لكن دماغك لا يمكن هتضيع طول ما هي على كتفك. احكي لي بقى قصتي. وليه انا احكي لك؟ ليه انت ما تحكيليش؟ البنات كانوا عاملين ايه؟ خلصت التالت والرابع، بعد كده في الخامس قالك لي. انت عارف طبعا هو ده ايه؟ ازاي نكون مستعدين لهجوم الخصم من اي اتجاه وفي اي زاويه؟ المفروض ان انا بستخدم استداني وعقلي وجسمي. هتجيب سيرة أمي ولا إيه؟ بحب النوع المتوحش ده. سوري أنا عندي مشكلة، الثبات المتعامل اللي عندي يعني بايظ شوية. بس في كورسات؟ اللياقة مهمة جدا. خليك تفكر أحسن. فكر اسرع وتاخد القرار الصح، ودايما تعمل حساب للمفاجآت. كنا بنلعب كوره. ايه ده اللي في وشك كده؟ امسك. معلومات، خطه، هدف. لك ثلاث دقايق تدخل وتخرج بنمر التليفون البنت دي. بيت ولا بابا؟ الاثنين. انا تعبت. انتوا ليه بتعملوا فيا كده يا جماعه؟ المعلومات المظبوطة تخليكوا تحطوا خطة صح. خطة يعني توزيع الأدوار على المجموعة صح. مش عايزين عبط يا عمر. ما تنشف يلا، في إيه؟ الناس دي ما نعرفهمش. إحنا أصحاب صح؟ هدف يعني جول. طالما نزلتوا الملعب لازم تطلعوا كسبانين. الفرقة كلها عينيها على الشبكة ودماغها شغالة وقدامها يافطة مكتوب عليها الجول بيجي في ثانية. دلوقتي يا جماعة نقدر نقول إن وقت التعليم خلص وجه وقت الشغل. العملية هتكون في 18 شارع نجيب محفوظ. ده البنك الوطني. طب واحنا هنعمل إيه في البنك الوطني؟ هتسرقوه؟ يعني إيه؟ أنا كنت فيه مرتاح من الأول. ممكن تهدى؟ السرقة في حد ذاتها مش هي الهدف.
ديما. البنك الوطني فيه أرصدة معظم الأجهزة والوزارات الحكومية. سيستم البنك بالأرصدة بحركة الفلوس اللي داخلة وخارجة مخترق. واضح إن في حد بيتجسس عليه وبالتالي على اقتصاد البلد. إحنا بنشك إن اللي بيتجسس على البنك ده من جوه البنك نفسه. وعشان نقدر نوصله لازم سيستم البنك ده يتدمر بشكل ما يسيرش أي شكوك. وإيه علاقة الكلام ده بالسيستم؟ السيستم ده متحمل على جهاز. لما الجهاز ده يتدمر في عملية سطو مسلح، اللي بيتجسس على البنك نفسه لا يمكن أبداً يحس إنها عملية مترتبة. بعدها بيتعمل سيستم جديد متراقب من أول لحظة، ولما الشخص ده يدخل عليه تاني يلاقينا في انتظاره.